السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن دور العلماء في إصلاح المجتمع. العلماء هم ورثة الأنبياء في الإصلاح والتغيير المنشود. إنهم يقومون بجهود كبيرة في الإرشاد والتعليم والنصح والأخذ بأيدي الناس إلى صراط الله المستقيم. وقد قال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وربنا سبحانه وتعالى تعهد لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يبعث على رأس كل 100 سنة من يجددون للأمة أمر دينها. فقال صلى الله عليه وسلم مبشرا بأن العلماء سوف يظلون يولدون في هذه الأمة، وسوف يجعلهم الله تعالى قادرين على حمل لواء الإسلام وتحمل أعباء الدعوة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. كلما ظهر علماء جلاء وقاموا بالواجب ثم رحلوا بعد عمر طويل إلى رحمة الله الواسعة، إلا وربنا عز وجل يخلف بدلهم علماء جدد. فمنزلة العلماء في هذه الأمة كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل. ولأنهم ورثة الأنبياء صارت لهم مكانة مرموقة بين الناس في كل زمان وكل مكان. دورهم يتجلى أولا في الدعوة إلى الله، وذلك بتبليغ الرسالة والدعوة إلى الخير وإرشاد الناس إلى الحسنى وأخذ بأيدي الناس إلى الطريق المستقيم، كما قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يسعون رسالة الله ويسعون لإصلاح شؤون المجتمع، ويختارون الأساليب المثلى في التوجيه والإصلاح، فهم مثل الأطباء والصيادلة في إصلاح النفوس وإصلاح النظام العام. قال ربنا عز وجل في أسلوبهم المعتمد: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كما أنهم يحرصون على تعليم الناس ما يحتاج إليه من خصوصيات وضروريات الدين، والتي هي في الكتاب والسنة. الدور الأساسي للعلماء أن يعلموا الناس الكتاب والسنة، لأنهما مصدرين الأساسيين للفقه والشريعة والعقيدة وللدين ككل. يعلمونهم الكتاب والسنة ويزكونهم ويربونهم ويأخذون بنفوسهم إلى البر والتقوى. وهذا ما كان يفعله نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لما قال له الله تعالى:
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالحكمة هنا هي السنة. وأيضا دور العلماء أنهم يفتون الناس إذا وقع لهم غفلة أو وقع لهم إشكال، فيبين أحكام الشريعة لما يشكل عليهم من مسائل في حياتهم. دورهم هو التذكير والإفتاء، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأيضا دور العلماء يكون قويا حينما تنزل الفتن العظيمة بالناس، فيوجهون أهل الحق للحق ويثبتونهم على الحق. وإذا ما وقعت قلاقل أو فتن يقومون بدورهم في إطفاء الغضب وفي التوجيه إلى الطريق المستقيم للحفاظ على سلامة الجميع، كما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. كما أن العلماء يبينون الحق ويبلغونه للناس جميعا ولا يكتمونه حتى ولو كانت الحقيقة مرة، فهم بطبعهم أنهم يبينون الحق للحكام وللمحكومين ولسائر الناس دون أن يكتموا الحق. فقد قال ربنا عز وجل عن أهل الكتاب: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا باختصار شديد أيها الأحبة الكرام بعض الأدوار المناطة بالعلماء والفقهاء في المجتمع. ونلاحظ أنه بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر عدد من العلماء، هم صحابة رسول الله تفرغوا لطلب العلم ونشره بين أفراد الأمة، كانوا يستشعرون أهمية حمل لواء الإسلام ونشر الدين، وظهر فيهم صحابة علماء متخصصين أمثال أبي هريرة رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم، كل منهم تخصص في مجال بغاية نشر الدين وفقه الشريعة. وقد جاء في الحديث: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم بالفرائض والمواريث زيد بن ثابت، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح. هكذا الصحابة كان كل منهم له همة عالية وله تخصص في التوجيه العلمي. ثم بعد عهد الصحابة سوف يظهر أبناؤهم، فظهر ابن عباس حبر هذه الأمة وعبد الله بن عمر، واستمر ظهور علماء في التابعين وتابعي التابعين ممن ينطبق عليهم حديث العلماء ورثة الأنبياء. ظهر بعد جيل الصحابة والتابعين الحسن البصري، وظهر سعيد بن المسيب وغيرهم من العلماء الأجلاء، وصارت الدولة الإسلامية تتسع من مكة إلى المدينة إلى الشام إلى ما حولها من الفتوحات الإسلامية. ومع اتساع الدولة الإسلامية اتسعت الخلافات السياسية بين الناس، وتشعبت الفرق هنا وهناك. وهنا سوف تظهر طبقة العلماء الناصحين الذين هم ربانيون يبتعدون عن القضايا
التي فيها صراع وخصام من أجل الدنيا، ويركزون جهودهم على تبيين منهج الإسلام في الكتاب والسنة للناس. وغالبا الأزمات تكشف حقيقة العلماء، تبين من هم علماء صادقين ورثة الأنبياء، علماء ربانيون صالحون، وبين من هم طلاب الدنيا. فالعلماء الربانيون هم النجوم المضيئة في سماء هذا العالم، بهم يهتدي الناس في مسارب الحياة. إذا غابوا أو غيبوا ساد الظلام الدامس أرجاء الأرض، وتخبط الخلق في دياجير الظلام. وصدق من قال بأن مثل العلماء مثل النجوم التي يهتد بها والأعلام التي يقتدى بها، فإذا تغيبت عنهم تحيروا، وإذا تركوها ضلوا. العلماء الربانيون ما يميزهم أنهم في الأزمات والأوقات العصيبة على وجه الخصوص التي تمر بها الشعوب والمجتمعات، يكونون أشبه بمنارات يهتدي بها الناس، يكونون بمثابة البوصلة للشعوب، لا يكونون مع الآخرين إن معه، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا أساءوا، بل دائما هم لهم رأي مستقل مبني على الكتاب والسنة، ويتوخى المصلحة العامة. في تاريخنا الإسلامي المجيد ظهر المئات من العلماء الربانيون الذين أثبتوا صدق نياتهم، خصوصا لما جاءت الأزمات وتعرضوا للمحن الشديدة، لكن خرجوا منها منتصرين، لأن لا بد أن يتعرض العالم للامتحان في طريق الحق، ولا بد من استشعار المسؤولية. نستحضر من بين أبرز العلماء العز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء، الذين رغم مؤلفاتهم الكثيرة وتصنيفاتهم المتنوعة تميز بمواقفه، وتميز بأنه كان يقاوم الفساد ويقاوم الظلم. ولما تعرضت الأمة الإسلامية لهجوم الصليبيين وهجوم المغول كان في المقدمة، وكان يشتغل مع المجتمع، كان يمسح دمعة اليتيم والأرملة، وكان يقاوم الفساد ويقف في وجه الظلم ويسعى للإصلاح وينشر مضامين الكتاب والسنة. نستحضر أيضا مثلا الإمام مالك ابن أنس، وكذلك الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، خصوصا هذا العالم أحمد بن حنبل وتباثه في أزمة خلق القرآن التي ابتدعها الخليفة المأمون، وأيضا تباث تلامذته كابن تيمية وابن قيم الجوزية وغيرهم من كبار العلماء الذين ضربوا المثل في التباث على الحق والدفاع عن المظلومين والدعوة إلى الله تعالى بالحسنى. علماء كثر امتازت بهم الأمة الإسلامية وجد الواسعة، وفي كل جيل ربنا يأتي بعلماء جدد ليقوموا بترشيد الأمة وإصلاح الانحرافات الاجتماعية والسياسية وتليين القلوب القاسية، وهم ما زالوا إلى عصرنا هذا وسيبقون إلى قيام الساعة، لأن هذا الدين وهذه الأمة مرتبطة بالعلماء. صلاح هذه الأمة ونهضتها مقترنان بنهضة العلماء ووجود العلماء الأجلاء، فربنا سبحانه وتعالى أعطاهم المقام الرفيع وأعطاهم الدور المنوط بهم في الإصلاح وفي التوجيه. الآن نتساءل ماذا يمكن أن يقوم به العلماء في عصرنا هذا، لأن الدين له سلطان قوي على النفوس. العلماء دورهم هو يقوم في جمع شتات المسلمين وتوحيد صفوفهم، العلماء دورهم في تطهير المجتمع وتوجيهه لما يتفق مع الفطرة السليمة والعقل الرشيد. العلماء من واجبهم
أن يجتهدوا في تقوية أواصر الأخوة وإحياء التضامن بين الناس والتخفيف عن معاناة المستضعفين. العلماء دورهم هو تعميق التدين الصحيح في نفوس الناس وفي خلق الوحدة فيما بينهم. دور العلماء أن يبددوا سحب اليأس والقنوط وأن يعمقوا الأمال في نفوس الأجيال. العلماء لهم دور عظيم جدا في محاربة الجهل والتعصب المذهبي والفرقة والتنافر. العلماء دورهم في تعزيز السلم والاستقرار والتعايش وإطفاء الصراعات والحروب ومسبباتها. العلماء دورهم في تحقيق التنمية والازدهار وتحقيق الريادة والصدارة للأمة. العلماء عليهم أن يستشعروا هذا الدور. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. أيها الأحباب الكرام، يسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية لكي نتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.